الآن في إطار الأجواء الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بعين المكان يعني بالمقر الجمعية. طبعا الحمد لله هناك جمهور غفير، وهناك يعني الحمد لله طاقات شابة يعني تؤدي كل ما هو صوفي، كل ما هو موسيقى، كل ما هو تراث مغربي وديني، يعني كتأديه بالاستقلالية، يعني كون أن هذا كنسميوه المنتوج ديال نادي مولاي أحمد الوكيلي أو المنتوج الجمعية، كون أن الفكرة هي كتعتمد على وترتكز على التكوين والتعليم وتشجيع المؤهلات والطاقات ديال الشباب. اليوم احنا صدد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر نادي مولاي احمد، وكما تسمعون هذه الحصه ديال يعني المنتوج وديال البذره ديال العمل الطويل للاستاذ محمد العوامي رفقه هذا التلاميذ، اللي كنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وعواش مبروك للجميع، وشكرا.